عارف لو مقتنع انه غلطان والله كنا قلنا عادي نديله فرصه يا جماعه. اللاعب يحاول، وخصوصا ان صالح حكومه عنده امكانيات عاليه جدا، وان هو واحد من احسن صناع الالعاب في مصر رغم ان هو مش ملتزم، فسيبوه ياخد فرصته. الراجل بيعترف انه غلطان. لا المره دي بقى الراجل بيقول ان ريني فالر هو اللي ظالمني وهو اللي مضطهدني وبيحط لي كهربا في قفايا ومش عايز ينزلني الملعب. اللي هو حبيبي ده لعب 28 لاعب في القايمه، اشمعنى هيجي عليك انت ومش هيرضى ينزلك الملعب؟ يقول لك لا بيحبنيش، هو مش طايقني. طب نعمل لك ايه يعني؟ نوديك حته لحد ما نشوف الراجل اللي كمل معانا ولا لا؟ ما هي مش كده خالص يعني. مش كل الناس اللي ما لعبوكش قبل فايلر كانوا مضطهدينك عشان فايلر يجي يطردك. ما انت كنت بتقول يا ابني ان انا كنت ببقى مقصر في حق نفسي، دلوقتي انت ما بتقصرش والناس اللي بتقصر في حقك. يا ابني ارحمنا يا ابني، يا ابني قول حاجه عشان دروشك يصدقوها، نعرف ان احنا نقول الواد ده مظلوم. انما انت طالع تقول انا ماليش دعوه وانا الراجل مضطهد، واخوك يطلع يقول ده بيعامله معامله عنصريه. معامله ايه اللي عنصريه سعادتك؟ يعني كل اللعيبه جايبينهم من جنوب افريقيا الا صالح جمعه ده جاي من مصر؟ مش عارف والله. يا جدع شوف، من 2017 او من 2016 واحنا قاعدين نقول صالح جمعه لازم ياخد فرصته، صالح جمعه مظلوم من الاجهزه الفنيه واللي بيحصل مع صالح ده غير طبيعي، واحنا في 2020 بنقول ان صالح جمعه برضه لسه مظلوم وان المدربين لسه ظالمينه. اللي هو ازاي؟ ما عايزين نفهم. طيب يعني الكلام يبقى ماشي بأي طريقه؟ يعني بالنسبه لدراويش صالح جمعه اللي هم شايفين ان هو لاعب خرافي ولاعب لازم ياخد فرصته مهما كان غير ملتزم سلوكيا ومهما كان غير ملتزم في التدريبات، وشايفين ان الولد مظلوم ولازم ياخد فرصته، دول انتوا جايين من انهي كوكب بالظبط؟ يعني ثلاث ارباع نجاح لعيب الكوره دلوقتي بقى عباره عن انضباط خارج الملعب وانضباط داخل الملعب. ما تبص لكريستيانو رونالدو، ان كريستيانو حاله شاذه، مش كل الناس تبقى جوه الملعب رونالدو وبره الملعب في حياته هو رونالدو، فرونالدو ده قصه تانية خالص ما تتكلمش فيه. اما صالح جمعه بقى فانت بتدافع عنه بمناسبه ايه؟ يعني الولد متعاقدين من 2015، احنا بقى 2020 وما اثبتش ان هو واحد من العناصر الاساسيه اللي يجب الاعتماد عليها مع الفريق. شوف كم مدرب عدى على صالح جمعه وحط في دماغك ان صالح جمعه معنى ان هو ما نجحش مع البدري، ان البدري اساسا مكتشف والبدري لعب معاه بطوله افريقيا تحت مواليد 93 والكلام ده، ف مين كان ينجح مع مين؟ وطلع في الاخر تقول لي البدري كان مضطهده، وهو الولد حب النغمه وقال لك البدري كان مضطهدني وقال البدري كارهني، وبعد كده يجي المدربين ويعدي المدربين برضه صالح ما بيلعبش. طب يبقى الموضوع فيه، لا هو عنده مشكله وصالح غلطان. يطلع الولد يعترف ان هو غلطان وان انا عايز اتوب وربنا يتوب عليا وساعدوني يا جماعه، ونخش ساعتها كلنا في ازمه الملتزم. صالح جمعه ملتزم وربنا يبارك له، وان شاء الله باذن الله صالح يكون واحد من احسن لعيبه في مصر. صالح يعدي على منتخب مصر ويلبس شيرت المنتخب، خلاص صالح جمعه اتحط على الطريق الصحيح. بعد كده يرجع صالح جمعه نفس المشاكل هي ومباراه الاهلي والوداد، صالح جمعه يكون مصاب وحسام البدري يطلب ان صالح جمعه يتم تجهيزه للمباراه النهائيه، ومع ذلك فسك فسك بجد والله. يعني بيقول لك ان صالح جمعه ما كانش عنده التزام في البرنامج التاهيلي اللي كان محطوط له فغاب عن المباراه النهائيه، فحسام البدري قال له بس كده خلصان، انا كنت عايز اعتمد عليك في نهايه بطوله افريقيا، انت بتحلق لي يابا، خلاص يا عم صالح انت بره الفرقه. ومن ساعتها وصالح جمعه ما شمهاش تاني، بيلعب على فترات بيتم اعارته بيتم تواجده لاي طريقه تمنع ان هو يمشي ويروح الزمالك علشان خاطر ما يتعلمش علينا نفس اللي احنا عملناه في الزمالك مع كهربا. هو ده السبب الوحيد اللي وجود صالح جمعه في الاهلي لحد دلوقتي. اما صالح جمعه في الفرقه فصالح قنبله موقوته ما فيهاش اي كلام خالص. لعيب عارف انه بره حسابات الجهاز الفني، لعيب اخوه الشقي وبيلعب في نادي المنافس نادي الزمالك، وطبعا نفس الكلام اللي يطلع يقول له صالح مظلوم وصالح نفس الكلام وصالح مضطهد. يا جماعه نسيبه يروح نادي الزمالك ونشوف هيعمل ايه في نادي الزمالك. اللي كان بيعمله ابراهيم سعيد والعبقريه اللي كان بتحصل على ابراهيم سعيد سيبه يوديها نادي الزمالك ونشوف نادي الزمالك هيستفاد بايه من عبقريه صالح جمعه ابراهيم سعيد رقم 2 في الملاعب. هنشوف هيعمل ايه. يعني ما كناش بنتمنى ان هو يوصل لمرحله ابراهيم سعيد ان احنا نقول يا لو صالح ده كان ملتزم ويا صالح ده كان احسن لعيبه في مركزه، بس للاسف دماغه كانت محتوفه شمال. من نفس الكلام على ابراهيم سعيد وبرده نفس التصرفات هي وبرده نفس المغالطات ونفس الخناقات اللي مالهاش اي 60 لازمه بيخش فيها مع المدير الفني. ليه يا حبيبي؟ ليه؟ يعني انت فاهم ان انت مشيت ورحت نادي الزمالك اللي قدم مضافه قويه كبيرك شهر او شهرين وبعد كده هترجع صالح جمعه الطبيعي اللي هو ما بيلتزمش اللي هو وزنه بيزيد مع اول اجازه بياخدها، اللي هو اللاعب اللي ممكن يصحى يروح التمرين تلاقيه مش شايف قدامه، وتصحى تلاقي ان هو ما بيعملش اي مجهود والمدربين بيطالبوا بس ان انت احرق بس صالح وانت بتجري. يعني وانت بتجري بس ممكن تعرق، يعني هنقول ان الولد بيجتهد في التمرين وهننزلك. يعني انت موهبه ممتازه جدا وخصوصا ان مفيش صناعه العاب في مصر كتير. يعني انت لو شديت على نفسك يعني ب 10 جنيه بس، يعني ب 10 جنيه شويه انضباط والتزام انت هتروح منتخب مصر وانت مغمض عينيك يا حبيبي. يعني شوف احنا بنقارنك بعبد الله السعيد بقى لك كام سنه
وبرضه عبد الله عمال السن يعدي بيه ومع ذلك هو متواجد، وانت برضه لسه بنعمل نفس المشاكل هي هي، وبنشوف صالح عنده مشاكل مع المديرين الفنيين، ولا صالح مضطهد، ولا صالح سهران بره، ولا صالح بياخد عقاب من سيد عبد الحفيظ، ولا ايه الدنيا؟ يعني المشكله فيك والمشكله عندك انت، طول ما انت مش ملتزم هتقعد تقول يا ريت اللي جرى مكان، وليت الزمان يقعد يوما، وهتقول نفس الكلام، والبكا على الاطلال اللي بيقولوه اللعيبه الغير ملتزمين، واللي بيكتشفوا ان هم احنا كنا ممكن نعمل حاجه في عالم كره القدم ونحفر اسمنا بالذهب زي ناس كتير قوي. موهبتنا كانت تسمح وكل حاجه بالنسبه لنا كانت تسمح، بس للاسف الشديد دماغنا بس هي اللي ما بتسمحش. المشكله عندنا في مصر ان اي حد بيعمل لقطه مهاريه او اي حاجه في مباراه او مباراتين على التوالي الاعلام بيوديه في حته بعيده قوي، فالضغوط بتبقى عليه عاليه قوي، بيلاقي ان هو نجم مجتمعي والاعلام موديه في حته تانية، فبتلاقي ان هو خلاص بقى انا اعمل اي حاجه وانا في رصيد يشفع، اللي هو الرصيد ده اساسا ماتشين ثلاثه، فبتلاقي ان هو بيقعد يخش في مغالطات مع نفسه ومغالطات ان اي حد كاره الخير وان اي حد بيعاند معايا علشان خاطر انا الفلان الفلاني، وده نفس اللي حصل مع صالح جمعه بالظبط. لاعب عنده موهبه فريده من نوعها، لاعب عنده جمهور خاص بيه، هو لاعب الناس دايما بتقول ان انت مظلوم والمدربين ظالمينك، وصلت لمرحله ان هو خلاص صدق ان فعلا في مدرب بيظلمه، وان المدرب مش بالنسبه له رقم واحد اللي يفيدني جوه الملعب، وان المدرب دايما غيور من نجاح صالح جمعه علشان خاطر صالح لما بينجح المدرب ما بيبقاش ليه اي 60 طلب، حاجات غريبه وعالم غريبه قوي عايشين معاه في المجتمع بتاعنا. انا بتمنى ان احنا نشوف صالح جمعه وهو لابس شيرت الزمالك، نشوفه هيعمل ايه، ما نفضلش مكملين التعاقد معاه في الاهلي علشان خاطر خايفين ان هو يروح يمضي مع الزمالك، ما يروح يمضي مع الزمالك مش هينجح، العقليه اللي زي صالح مش هينجح مع الزمالك. بص انا عارف ان الكلام مع في موضوع صالح كتير وانا قفلتها لك، لان بص مفيش مدرب بيخش في خناقه مع لعيب وبعد كده بيرجع لعده تاني، لان المدرب ساعتها بيتشرب ودماغه وعينيه بعيد عنك بتتكسر، فما ينفعش يقول لواحد تعليمات هيقول له بس انت ما صالح جمعه ما كنت بتقول مع نفس الكلام وفي الاخر رجعت ولعبت غصب عنك. في ضغوطات على ريني فايلر علشان خاطر يحط صالح في الفرقه، في ضغوطات على ريني فايلر علشان يحط صالح في الفرقه، بس الراجل عارف اللي فيها، عارف التوته، لو نزل صالح الملعب خلاص فايلر خلاص اللعيبه شربته، اللعيبه اللي هو غضبان عن اللي هو بيلعبهاش واللعيبه اللي عنده مشاكل مش هي خلاص مش هيحلوك اشمعنى صالح، فده اللي فايلر عارفه واللي فايلر مفكر فيه ان خلاص ده لعيب انتهى، ده لعيب طلع خبط فيها واخوه كمان بيخبط، خلاص الموضوع بالنسبه له خلصانه بالشاكه، مش هيلعب تاني في الاهلي طول ما فايلر موجود، الموضوع خلص تماما. وانت اللي مش عايز تصدق وانت عايز تقتنع ان فايلر غلطان، مش مشكلتي، الموضوع طول والفيديو كمان طول وانت مش هتخسر حاجه لو عملت رايك، بس عارف ان انت كده كده كسلك بيمنعك انك تعمل من فانز صالح كومه هتبقى تنزل تعمل لايك حرام حتى.